بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الآن في طرح فكرة أبو ظبي، سوق أبو ظبي المركزي في دبي. راح ناخذ مقدمة عن هذا المشروع. يعد سوق أبو ظبي المركزي أحد أقدم المواقع في المدينة، والذي تم تحويله إلى حي ديناميكي جديد يضم الأسواق والمحلات التجارية والمكاتب والشقق والفنادق، وهو إعادة تفسير السوق التقليدي. تم تصميم وتنفيذ هذا المشروع بواسطة مهندسين معماريين مشهورين عالميا، وهم نورمان فوستر وشركائه، على أرض تقدر بمساحة 689,416 متر مربع، ومع مساحة مبنية تبلغ 490,000 متر مربع، حيث استمرت مدة التنفيذ 4 سنوات متتالية من سنة 2011 إلى 2014. المشروع عبارة عن مزيج متكامل تماما مع مرافق البيع بالتجزئة والأعمال والسكن والترفيه، مع مساحة لوقوف السيارات لأكثر من 5000 سيارة. ويتكون السوق المركزي من 250 منفذا يمتد على 3 مستويات بيئية منخفضة الارتفاع، والتي ارتبط تصميمها بالعمارة التقليدية في منطقة الخليج. يجمع السوق المركزي بين التقليد والتصميم الحديث، وهو معلم المدينة الذي توج ب3 أبراج: برج سكني، برج تجاري، برج الفندق. سيكون البرج السكني أطول من برج سكني، حيث يبلغ ارتفاعه 381 مترا، مكون من 88 طابق. طبعا هذا الارتفاع يعني يكون بالنسبة للسكن غير مجدي، بس رادوا انه يميزول هذا السوق ابو ظبي تميز عن باقي الابراج. تحتل منطقة السوق المركزي مكانة خاصة في تاريخ ابو ظبي. في اوائل الستينات عندما بدأت العاصمة تزهر وتنمو، أصبح وسط المدينة موطنا لسوق تجاري كبير لأكثر من 40 عاما، كذلك نقطة محورية لكل من المواطنين والسياح، ومركزا للتجارة، حيث يجتمع التجار من الإمارات العربية المتحدة وخارجها للمساومة على البضائع من جميع أنحاء الخليج. يقع السوق المركزي عند تقاطع شارع خليفة وشارع حمدان وطريق المطار. أكثر ما يميزه من الناحية التصميمية هو التصميم الداخلي، كذلك المبنى مجهز بمجمعات للطاقة الشمسية، ويمكن فتحه بشكل طبيعي للتهوية في بعض أجزاء من السنة، ولكن يمكن أن يكون مكيفا بالكامل خلال موسم الصيف الحار. يقدم تصميم السوق المركزي في أبو ظبي الساحات والمسارات والباجات النابضة بالحياة المضاءة بضوء الشمس من جميع أنحاء المشروع متعدد الاستخدامات، كما أن الواجهات العاكسة للمبنى تسهل أيضا تقليل ضرورة الصيانة في البيئة الصحراوية. المجمع هو عبارة عن مدينة صغيرة في المدينة، هو المكان الذي يحتضن به التقليد والوظيفة، مصلحة الجميع، ويجعلهما يشبهان المنزل. شوفوا الفكرة التصميمية له. استوحى أو استوحي تصميم مشروع سوق أبو ظبي المركزي من العمارة التقليدية في منطقة الخليج، كإعادة إحياء واستحداث لمنطقة السوق الذي يعد أحد أقدم المواقع في المدينة. جاءت تجربة التسوق التي يمكن أن يقدمها السوق المركزي من خلال التصميم الداخلي الذي يظهر فيه الألوان الزاهية وضوء الشمس الخافت والنوافير، مع تغيير نمط المربعات والساحات وطرق الزقاق مقارنة بالسوق التقليدي. صمم المشروع كمدينة عصرية متكاملة مصغرة في قلب أبو ظبي، تتضافر فيه الأسواق المحلية والعالمية لتوفير السلع العالمية الفاخرة جنبا إلى جنب، مع محلات البيع بالتجزئة وأسواق المواد الغذائية ومحلات الحرف الشهيرة في المنطقة. لاحظوا هنا التوب فيو مال السوق، عبارة عن شبكة من المربعات المنفردة زين، وبقرب البرج السكني. هنا واجهة له ركنية من هذا الركن اللي على الشارع، تتميز بالنقوش الإسلامية. أما التصميم الداخلي للمشروع، يعد تصميمه الداخلي من أهم ما يميز المشروع، فقد خلق حيز السوق وفق النمط العربي التقليدي بتوفير ممرات الحركة الأفنية والساحات الداخلية ذات النوافير، مع إضفاء بصمة حديثة للسوق باستخدام الألوان الزاهية. لاحظوا تغلغل أشعة الشمس من خلال السكاي لاين
ووجود الممرات المكيفة يتمتع المتبضع ببرودة الجو أثناء تنقله من مكان إلى مكان آخر. كذلك تم استخدام مظلات سقفية تخفف من حدة أشعة الشمس الداخلة لتوظيفها كعنصر إنارة طبيعي يضفي حيوية وبهجة للسوق. لاحظوا هنايا هذه الزوار كيف أنه أشعة الشمس تتغلغل باتجاه هذه الأسواق. وهنا الواجهات تشبه المشربيات في العمارة التقليدية. الحالة المناخية للمشروع: يكون المناخ في منطقة السوق المركزي لطيفا ومريحا للتنزه والاستجمام قرابة 6 أشهر في السنة بفضل سلسلة من الممرات والساحات داخل منطقة السوق بعلاقة مباشرة مع الخارج. تبقي هذه الساحات مفتوحة ليلا ونهارا وتوفر موقعا مركزيا هاما في المدينة يخدم المهرجانات والاحتفالات. كما تساعد واجهات الأبراج العاكسة أيضا على تقليل الحاجة إلى الصيانة في البيئة الصحراوية. يتميز التصميم بمجمعات الطاقة الشمسية ويمكن تهويته بشكل طبيعي خلال أجزاء من السنة، لكن في أحر الظروف يمكن للمبنى أن يكون مكيفا. فإذا هو نقدر نعتبره مغطى، لكن يتخلخله سقف سكاي لاين لتوفير أشعة الشمس الضرورية للمتبضع. أما في الأيام شديدة الحرارة أو البرودة فيمكن التحكم بكل من الرياح وأشعة الشمس النافذة إلى البيئة الداخلية من ساحات وأفنية وممرات عبر التحكم بفتحات الألواح التي تغطي الأسقف والجدران الخارجية، وهي ألواح منزلقة ذات شكل مثمن الأضلاع مطورة بشكل علمي مع باحث في الفنون الإسلامية، ويرمز شكلها إلى أعمال الزليج التقليدية. الزليج هو فن عريق من بلاط فسيفسائي بأشكال هندسية مركبة قطعة بقطعة، وهو فن إسلامي تطور في الأندلس وبلاد المغرب. فإذا استخدموا الزليج. نأخذ هسه البرنامج الوظيفي. المشروع عبارة عن مجموعة من المستويات البيئية منخفضة الارتفاع، وفيه موقف سيارات ضخم تحت سطح الأرض، بالإضافة إلى استغلال الأسطح كحدائق عامة. وتم استغلال السوق والمستويات السفلية للمشاة بواسطة شبكة من الشوارع والأزقة والساحات والشرفات والأعمدة. المخطط عبارة عن تركيبة واضحة للغاية من وحدات شبكية ذات ارتفاعات متفاوتة تعمل على تجسير وتوحيد كتل المدينة. شوف هنا الفيو، هذا التوبي فيو، حيث تظهر الحدائق على سطح مبنى سوق أبو ظبي التجاري المركزي. هسه الجنرال سايت بلان، لاحظ الممرات ومحاور الوصول الى المشروع من 4 جهات، لان هو اصلا التخطيط مالته شبكي، فممكن انه اني اولج الى هذا السوق من اليمين او من الاعلى الى الاسفل، من اليمين الى اليسار بكل سهوله. وكذلك ترابط الكتل المختلفة مع بعضها البعض بواسطة ممرات وشوارع وأزقة وتسهيل الحركة فيما بينها. فيعتبر بحق نموذج مصغر للمدينة الإسلامية القديمة، لكن شبكة الطرق كانت متعامدة وليست انسيابية كما في المدينة القديمة. جنرال جراوند فلور بلان هذا الشكل يوضح الشبكة الإنشائية إضافة إلى الأنطقة الوظيفية، ويبين عملية ربط كتلتين منفصلتين بواسطة سطح علوي تم استغلاله كحديقة عامة للمشروع، وكذلك استغلاله كسرداب لمواقف السيارات. كما يبين توزيع المحلات التجارية بمختلف أنواعها داخل المشروع. وأيضا تم إضافة تصميم 3 أبراج سكنية وتجارية محيطة بالسوق المركزي. نلاحظ باللون الأحمر هي محلات تجارية، الأصفر هو الحركة العمودية الرئيسية في الموقع، والأخضر هي حدائق، بعض الأصفر الطوخ هو حمامات، الرصاصي هي مخازن، الأسود أو النيلي الغامق هي هاي الأبراج، النيلي الغامق هي هاي الأبراج، الأزرق الفاتح هي مواقف السيارات الباركينج تحت سطح الأرض. نيجي على الماركت جراوند فلور بلان.
هذا الشكل يوضح بصورة مقربة التفاصيل الإنشائية والوظيفية للمشروع، كذلك يبين طريقة توزيع المحلات التجارية بمختلف أنواعها عن طريق شبكة إنشائية من الأعمدة باستخدام النمط الخطي، كما يبين سهولة الانتقال بين المحلات التجارية بسبب سلاسة توزيع الممرات الداخلية مع وجود 6 مداخل موزعة في الجوانب الأربعة للمبنى. هاي هي المداخل، 2 فوق و2 على اليمين، 1 فقط بالأسفل و1 فقط من الجهة اليسار. فإذا اللون الأحمر هي المحلات التجارية مفتوحة على الشارع البرة وعلى الشارع الزقاقي، والأصفر هي الحركات العمودية للأبراج، و الحسمة هذا الحدائق الداخلية وهي فناء وسطي. أكو الأصفر الصغير هذا هي حمامات، والأزرق هو المداخل. الفيرست فلور بلان راح يكبر شوية، هي هاي نفسها الحديقة الداخلية اللي قلنا أشرنا عليها، بس المحلات تكبر باتجاه البرة، يعني منها تكبر باتجاه البرة، وهاي هي الحركات العمودية فيها. جنرال أبر فلور بلان أيضا محلات وبيع للتجزئة ومول كامل بالطابق الفوق. نلاحظ هنا الأبرجين السكنيين المنبثقة من سوق أبو ظبي اللي يصل واحدهم إلى 88 طابق بالأعلى. الماركت نورث إيست إليفيشن هنا من جهة الشرقية تبين أنه 3 طوابق فقط هي السوق، يعني عدا الأبراج، فتبين بوضوح العمارة التقليدية على الواجهات. لاحظوا هنا السكشن العمودي اللي ويا البرج، وكيف انه في بعض الجهات فقط ماركت وبالجهة الثانية برج زائد ماركت وبيع للتجزئة، وبالأسفل اكو مواقف سيارات. فخلصنا من تواجد الباركينج على الأرض واستغنيناها ببناء المحلات التجارية فوق الأرض. تشوف هاي البرجين اللي تصل أطولها إلى 88 طابق وعلاقتها مع الماركت اللي هو 3 طوابق. شوف هسه هذا السوق أبو ظبي المركزي 3 طوابق، والباركينج جوا الأرض بحوالي 5 طوابق وعلاقتها مع المجاورات. هنا أيضا سكشن بالاتجاه الجنوبي اللي بيها 3 طوابق، وهذا الفناء الوسطي المفتوح بس مغلف بسكاي لاين فوق، وهنا الباركينج مال السيارات، واستغلوها بالسطح حدائق عامة. هسه نشوف النظام الإنشائي. النظام الإنشائي للمشروع صمم بواسطة النظام الهيكلي حديد وكونكريت، كما تم استخدام النوافذ الزخرفية الكبيرة المصنوعة من الزجاج الملون الذي يضفي أجواء إضاءة خاصة داخل السوق. تم تطوير وتصنيع هذا الزجاج العازل بواسطة شركة أوكل ووكس وفقا لمواصفات التصميم للمهندسين المعماريين. قامت الشركة بتوريد واجهات زجاجية فردية وإعادة تصميم نمط الحلي العربية. العناصر هي عناصر تصميم أساسية لمركز التسوق الكبير الحديث على الطراز التقليدي، وتغطي هاي الواجهات تقريبا 15,000 متر مربع في قلب الحي الجديد في البلدة القديمة في أبو ظبي. طولها تقريبا 7 أمتار وعرضها 2.8 متر من زجاج مصبوغ بكميات كبيرة بدرجات مختلفة من الأزرق والأصفر. شكلها الخاص لافت للنظر، وتم دمج الألواح في إطار فولاذي يشكل نمطا هندسيا للنجمة المستخدمة والمستطيلات داخلها. شوفوا لاحظوا هسه هاي هي الزجاجيات المؤلفة من النجمة الإسلامية زائد المستطيلات اللي يكون متغلغلها زجاج أزرق وأصفر. لم تتبع شركة أوكلاكس
فقط أفكار التصميم الخاصة بالمهندسين المعماريين فحسب، بل قامت أيضا بتكييفها مع الظروف المناخية للمدينة في الخليج العربي. تتكون الألواح من الزجاج العازل مع زجاج الحماية الشمسية من الخارج والزجاج الملون من الداخل، وهذا يمكن الزجاج من المساهمة في الحفاظ على درجات حرارة المبنى على مدار السنة. تخلق نوافذ الزينة جو إضاءة رائعة في السوق، وتتألق النجوم الصفراء والزرقاء على الجدران والأرضيات، وتذكر بالخصائص المميزة للأسواق العربية التقليدية بألوانها الزاهية وأقمشتها المنقوشة وملابسها، وكذلك ضوء الشمس الذي يضيء الأرضية بين أكشاك التجار. أتمنى أن تكون هذه الاستفاضة قد مكنتنا من معرفة سوق أبو ظبي التجاري. نشكركم على حسن الالتقاء، نلتقيكم في محاضرات قادمة.